نائب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اليوم لافتتاح أعمال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في دورته 26 والذي يعقد هذا العام تحت شعار الاتجاهات الكبرى في القطاعات المصرفية والتمويل. ونقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقائمين على تنظيم المؤتمر والمشاركين فيه وتمنيات سموه لهم بالنجاح في تحقيق أهداف المؤتمر في مناقشة مختلف القضايا ذات العلاقة بمجال البنوك والتمويل الإسلامي. وقد أكد سموه أن السياسة الحكومية الناجحة في العمل المصرفي والتي أرساها ووضع قواعدها الصلبة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد جعلت مملكة البحرين قبلة المصارف الإسلامية وصارت التجربة البحرينية في هذا المجال نموذجا رائدا تسير على إثره العديد من دول العالم، وغادت المملكة بفضل هذه السياسة متصدرة الدول العربية الحاضنة لأكبر المصارف الإسلامية. وأكد سموه أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد أدرك مبكرا أهمية المصارف الإسلامية في المنظومة الاقتصادية وهو ما اتجهت إليه دول المنطقة مؤخرا، ما جعل البحرين تمتلك قصب السبق والصدارة في هذا الشأن. وشدد سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المجال مفتوح أمام المصارف الإسلامية لتطوير منتجاتها وأدواتها الاستثمارية وتعزيز دورها وإسهامها في التنمية الاقتصادية في المنطقة. وقال سموه استكمالا للمبادرة القيمة التي تقوم بها البنوك الإسلامية في مملكة البحرين والتي تهدف إلى توظيف أبنائها من الخريجين في هذا القطاع الواعد، فإنه يسرنا في هذا الحفل البهيج والذي يقام تحت رعاية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الوالد العزيز خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه أن نشيد بدور البنوك، حيث إننا نولي اهتماما بالغا بالعمل على استيعاب أبنائنا الخريجين ودعمهم تجسيدا للدور الريادي والرئيسي في التنمية المستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية 2030. كما نوه سموه بأن قطاع المصارف الإسلامية في مملكة البحرين يشهد تطورا مستمرا في ظل ما يحظى به من رعاية واهتمام من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء باعتباره أحد المرتكزات الهامة التي يقوم عليها البناء المالي والمصرفي في المملكة بشقيه التقليدي والإسلامي، متمنيا سموه للمشاركين دوام التوفيق والنجاح والخروج بتوصيات تخدم الصيرفة الإسلامية في المنطقة. المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية استطاع ومن خلال نسخه الماضية أن يأتي بتطلعات سابقة لأوانها باعتباره منصة رحبة تناقش من خلالها أهم القضايا المحورية في مجال البنوك والتمويل الإسلامي بشكل دوري. يعني نطلق ما هو جديد، نطلق ما هو يعني من التحديات لخدمة هذا القطاع، وأيضا نطلق ما هو يعني من التحسينات والأدوات المتوفرة سواء أدوات رقابية أو أساليب إدارة أو أيضا يعني خدمات متطورة. في دورته هذا التي تحل بنسختها 26 يمضي هذا المؤتمر برؤيته الواثقة نحو تشكيل خارطة طريق أخرى واضحة المعالم تتواءم مع مقياس حجم المواضيع المالية الراهنة المطروحة في أجندته والتي سيمحصها عدد من المتحدثين وصانعي السياسات في التمويل الإسلامي عبر بوابة تجمع عالمي بات يشكل منارة يسترشد بها قارب قطاع الصيرفة الشرعية في بحر التقنية المالية التي من المفترض أن تمتاز بالابتكار اللامتناهي والتمكين التكنولوجي لتطوير هذا القطاع. أنا أشوف المؤتمر كل سنة يعني هناك توصيات عدة وبعض التوصيات جدا مهمة، وهذه التوصيات تطلع إذا هي كانت شرعية تطلع للمجامع الفقهية، وإذا هي كانت تقنية تطلع إلى البنوك المركزية وبالذات البنك المركزي البحريني. فيما يخص البنوك شركات الاستثمار وشركات الفاناسينج بشكل عام راح نشوف أن في راح يكون في دمج واستحواذات على بعض البنوك، وأيضا التكنولوجي والشركات التقنية راح تلعب دور كبير وهام في إتمتة مساعدة هذه البنوك والجهات
في أن هي تقوم بعملها بشكل رائع. حدث سنوي من المتوقع أن تشهد نسخته الحالية وعبر أيامه الثلاثة حضور ما يزيد على 1000 مشارك من قادة الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية وصانعي السياسات والمبتكرين، حتى يتسنى اكتساب فهم متكامل للمشهد الاقتصادي والديمغرافي والتكنولوجي والتنظيمي المتغير للتغلب على التعقيدات والمسائل الدقيقة ذات الصلة بالاقتصاد الدولي. حقيقة هذا المؤتمر هو أصبح يعني صفة دورية يعقد وذو قيمة كبيرة بحجم الحضور وحجم الدعم اللي يحصل عليه. نحن بحاجة كممارسين للعمل المصرفي مثل هذه المؤتمرات التي حقيقة تثري التجربة وتزيد من تناقل الخبرات وتفتح أفق جديدة لتطوير هذا القطاع للحصول على حصة سوقية أكبر. صراحة المؤتمر ذو قيمة عالية حق الإسلاميك بانكينج على المستوى العالمي مو مستوى البحرين. احنا نتابع لسنوات طويلة وكان لهم هم ومجهوداتهم ومجهودات البنك المركزي في تطوير الصرافة الإسلامية. بالنسبة لمعايير IOFI فقد تم إصدار 110 معيار وتصريح فني في 5 مجالات هي المحاسبة والمراجعة والأخلاقيات والحوكمة والمجال الشرعي، وتطبق في 30 نطاق رقابي حول العالم. نحن نريد المشاركة مع دول منظمة التعاون الإسلامي، ومملكة البحرين واحدة من الدول الأعضاء، لذلك من المهم لنا تطوير العلاقات مع البحرين في كافة المجالات، ونود أن نغتنم هذه الفرصة مع زملائنا في المملكة، ليس فقط من أجل الاستثمار والصيرفة المالية، بل من أجل تعزيز علاقات التعاون في مجالات أخرى. هو علامة تجارية فارقة أثبتت وجودها على مدى ربع قرن من الزمان على خارطة كبرى المؤتمرات وأعرقها في عالم قطاع الصيرفة الإسلامية. الاتجاهات الكبرى في القطاعات البنكية والتمويل، عنوان تقرأ بين سطوره معالم الحاجة إلى ضرورة تبادل المنظورات والمفاهيم المؤثرة في تشكيل مستقبل الصيرفة الإسلامية وتعزيز قيمتها الضمنية كوسيلة داعمة للقطاع المالي العالمي بشكل مباشر. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.